غرب المظاهر ولا ما عاد يفرق بين الماسخ بين الدهر. وقت اللي العين تتحل بنات هونتي ما عادش تحكي مع اللعبات الكل اليوم. بدي الجيران ما تدوي كان عالبراني يبو خلال ودانو برشا فلوس عايش هاني. واللي خاف على شرفها ولا يسقفها من قدام عيني واللي غون يخطفها قداش من مرة يراها والدمع على خاتو تميل يدير من عينو النومي بات يحسب فنجوم الليل. قداش من مرة يراها والدمع على خاتو تميل يدير من عينو النومي بات يحسب فنجوم الليل. قداش من حكاية بدات بخسرة فيت بفيار قاعد يشوف في الكريم شوف قداش من نتيم قداش من محكو في بيت بلامي عدي سنين. شوف المتحيل ديما يخرج كان وقت اللي ليل قداش من ذراع ورجال تتهد قداش من يد بالحرام تتمد. كي تسأل كي تسأل تسمع ملزوم اخطاني بربي خويا من كلامك المسموم. تعرف مش مختار جابوا لفارة شفيق شفيق هذا لغز يونانيم ومنين يجيب لفاريات الله أعلم. شفيق واحد مهف يبرمع مهفة عنده خويت قد ما عملت باش نحاول لك نسبه ما رانيش الضوء عم مجيد مهبول برشا وكان يقول لك هبا وي مش كيما عرفت شكون مختار البابار. بون خلينا احكي لي على الافار نتاعكم شنو فات. الحكايه سهله استدعيت هو ومختار باش تعشى وحدي عاد قبل العشاء مدلي ان بلان مدلي توت ان دوسيي نتاع اراضي باش تتباع. أيوة. على اساس صالحه للزراعه دونك باش نشريوهم خاص على الاخر ومن بعد اون فوا لو بروجي باش يتلانسا هو جوستومون عنده خويت باش يردهم اراضي سارحه للبناء وقتها تتباع برشا فلوس. حاجته بالشريك وين الحقيقه خامد في سي ناصر حكايه فوحه فيها دزه باهيه. باهي باش نقول لك حاجه باش نحب نجيب يكون سي ناصر يحب الامور هذيك متفهمين متفهمين جاب لي دوسي توتي ديتاي حضر لي هذا الكل نقابلو سي ناصر ونعطيه الدوسي سون بروبليم. اوكي سون بروبليم. سيمات الكوميسار حشتو بيك هيا اللي جاية حاسك داي سيد محافظ تفضل اقعد اقعد. ثم فيلم تونسي مازال ما هبطش للسينما والدي في دي متاعو قاعد يدور في الفيديوتيك الكل شد هذه ليست من المندوبية الثقافية متاع الفيديوتيك في المنطقة. أعمل تحري وإذا كان لزم أعمل مداهمة. حاضر. حاجة أخرى؟
لا كهو تنجم تتفضل. شكرا. صباح الخير يا بنات. صباح النور بابا. صباح النور. شو القصة؟ ليش مبكرة بالفئة؟ حدا روح معكم اليوم بالله. يا صفي. نعم سيدة. شو ما بتساوي؟ لا شوية غلة لك ويستي شي. غلة ما عنديش، أما تيها وعلى النار. تشبيك ما جبت شوية غلة معك يا شوق؟ تشبيك سارة؟ اسمع بابا، توا دار بزهيزة وكريها، قديش تحضر زام؟ انتي وفلوسك. اذا فلوسك حضرت نجم تحضر حتى في جمع. امي. نعم. صيغة باهي، قديش سومها تعمل؟ بربي قول لي عرس، شكون هذا اللي حرق لك مخك؟ انا مش نعرس. ما فهمتش؟ انا قررت مش نعرس. بشكون؟ مروه. شكون؟ وهي في بالها؟ حكيت معها البارح، تفهمنا انا وياها. الحمد لله عليك يا وليدي، ان شاء الله مبروك. يا اخي انت هزيتنا نخطبوا حتى باش تعرس؟ نمشيو نخطبوا حتى من غدوه كيلزم. وعلاش الزرب يا اخي؟ ما تهنيوش على المراه حتى يحول عليها العام. الله يرحمها. باب خاطي اليمنى كانت حيه الله يرحمها، رايح فرحانه على الاخر. تاب بربي يزي سيد احمد، خلي ولدي يفرح. يا بابا مبروك، حنزغرت عايش. خوك باش يعرس. باش تعرس؟ والله عرفت باش تهبل في خبر. تأخرت لك البقلاوة والمركز. هكا هاو من غدا باش نبداو نلوج على دار ونحضروا كل شيء. اما علاش الساعة باش تلوج على دار؟ باش تخليني وحدي؟ ايش اسكنوا لهنا ما تخلينيش وحدي. تي لي باش نهزك معايا، ريهم لازمني نخرج من الحومه هذه ونهزك معايا. تصورش قديش فرحانه يا مرو، فرحانه على الاخر، والله يحبك. نعرف. تعرف البارح حسيت اللي عمري ماني باش نلقى واحد ارجل من شوقي ولا يحبني قد شوقي. برجل يا كان جبت طفله سميوها امنه كيما امي لينا. ايه ما شفتي حد من واحد سبا؟ انت وصلت في شهر ثالث. شنو هو؟ في شهر الثالث؟ اي نعم في شهر الثالث. مصيبة على مصيبة من غير ما تدخل فيك غولة. شنو الحال الدكتور؟ بعد 3 شهور الحكاية سابة شوية، كان مش امبوسيبل. عطيته الدوسي وحكيت معاه، اما بزال ما جاوبنيش. اي انت اش حسيت؟ ريتو متحمس ولا لا؟ اسمعني سي مختار، سي ناصر ما يضويش تكلاغ سي فار. السلام عليكم. اهلا. قل لي سي شفيق، تعرف طفلة اسمها مريم؟ لا. مريم شكون؟ مريم الجملي. سكرتيرة نتاعي. ايه السكرتيرة نتاعي. تذكر شفيق وقت انت تخب حدا البيرو قالت لك انت شفيق الحاضق ولا تذكرها؟ ليه
لا هي الكاتبه نتاع سي مختار البلدي نعرف هي ما نعرفهاش مليحه ما ابوها خدم معايا قبل علاش صارت حاجه؟ لا لا ما صار شيء. هيا هيا نمشيو نلعبوا هيا هيا باهي باش كنت تحكي لي فيهم. أما رمسي شنو علاقتي بهم؟ رمسي كان باش من المعلم. لازم تقول ولدي. أما الأهم اللي هو اللي بيع في الموتورات وهو اللي بيع في السلع. دروك قصدك. فاش عرفت اللي السلع هي مخدرات؟ أخي نسيت لي أنا شيميست. عندي دبلوم من أوكرانيا. شم ريحتها. برفان الكول دي زيليمون شيميك زي ديرهم برفان الدوخي بالروس هذاك علاش الكلاب تاع الديوانيه ما نجموش يطلعوا ريحتها بالاخص كي تبدا داخله في ريزرفوار تاع موتور باهي برشا. تعرف شنو ناقصنا زاك؟ شنو؟ شكون اللي يدور في الدولاب هذا الكل؟ لي بريزون الجاي اللي ان بو سبيسيال. علاش؟ خاطر باش يدخلوا برشا سلع على زوز بابورات وكل بابور داخل من بورت. نتصور المعلم باش يورينا وجهه المرة هذي. أكيد أكيد لازم يوري وجهه. ساك تصرف بس متاع شكون المعلم متاع مقبل الريزون كما هكا نفر الكوجين نضرب واحد واضح واضح علي مش بقاتك مروه يا مروه مروه قوم عايش اختي ما عادش بكرة عليك مش هتخدم قوم ماما مروه قوم صباح خير صباح خير انا ما عادش عليا وقت باش نمشي تشا سي ناصر الارض هذه ارض فلاحيه فيها 300 هكتار سوم الهكتار في الوقت الحالي 10 ملايين مولا الارض مازال ما فعلموش اللي الارض نتاعو هي اللي اختاروها باش يبنيو فيها سيتي ريزيدونسييل او ستاندينغ احنا ما يهمناش المشروع في حد ذاته احنا حاجتنا بالارض علاش على خاطر الفوكاسيون نتاعها تبدلت هذاك علاش سوم الهكتار نتاعها من 10 ملايين الهكتار باش يولي 100 مليون الهكتار دقيقة سي شفيق وين هو اعلان تبديل الفوكاسيون تاع الارض هذه الفوكاسيون تبدلت والكوميسيون تعملت والديكلاراسيون انا اللي معطل حتى لين والمطلوب سي شفيق
احنا حاجتنا بسبيس مليار كاش وتدخل الشريك شرط شرط واحد سي شفيق جيب لي قرار تحويل نوعية العقار تسجيله في دفتر خانة وغدوة يكونوا في بيروية لكن سي نصر سي شفيق انا قلت اللي عندي اذا كان عندك حاجة اخرى نحكيه فيها تفضل نحكيه على الماتش كورة بتاع البارح شكرا لعبوا مليحة ليش هاقي نزلت ما قتلوش توبة حذيك اليوم كي كملتوا ندخلوا اي قلت لهيفا باش نظف الدار هي وريهم حتى نخلط عليهم بيس مونتي جملة خالتي صفية اي كلمتني الصباح قالت لي شنو تحب نجيبولك قالها ما تقلقش روحك اللي تجيبوه مبروك اي داكور دوي سلامة دا مزهيك سلامة هاي حاولك اليوم خرج تندخلوا نعودوا كلبك هاتوت دقيقة برك مدام تفضل مروة سي خالد انت في مقام بابا اي يشرفني كنت احضر لخطبتي على راسي وعيني هيا مبروك هي وقتاش عاد اليوم العشية العشية وانت لتوا ما زلتوني برا امشي روح حضر وحكي عايشك سي خالد انا قعدت حاشمة باش نقول لك خاطر كثرت من الكونجيات لا لا بردي حكينا وتفهمنا تستحق كونجي تاخو انا اللي يهمني خدمتي ما تقفش برا مش حضر وقتها طيب. اسمعني يمشيش راجلك الجديد يقول لك بطل خدمه لا عاد كل حاجه في بلاصتها ملا استنيك العشية اي بيان سور ميرسي ان شاء الله مبروك مروه عايش تفضل مدام شوف الخزينة بندق وكيسين وحلو ميرسي هايفة عايش اختي غير مزيق انا حتى خطبة ما عملتش امي ما حبتش على الاقل نورنك وجهك في خطبتك كانك على الكيسين والزهيز نطيش في دار بلا فايدة ما تحطش شي في بالك برا شوف محامي واحكي مع رؤوف طيالي خم قبل ما يعمل اي حاجة شنو ما توراي دار فرح مش دار مكد والله اختك قالت الحق هنينا الاتزان بالنظام وعرفت خليها عندي ما عادش نشربها حكايتها فارغه اول ما نرجع للخدمه ناخذك رونديفو مع مات خالد وتفكرني تشوفوا توا نقصونا من الحكايات مروه برا بدل حوايجك هذاك بيهم جاي ليه حقا جيت خالتك صفية والاخرى درا شكون فيديا تي وحده جايبتها فين نيديا تي اللي هي جابت لك انصامبل هاكا فوق فرشك باش تلبسوا من بعض لا والله يعطيهم الصحه وانا كنت حايره شنو نلبس وانت شنو باش تلبس من بعد فريد جاي بديت وي
قد عندي مري تخشي فيها الحطة يا سيد أحمد. يا حسرة يا صفية. سيد أحمد، أما الكرافات ماذا بيا نبدلها؟ على راحتك. شو اللي عنده ريشة طول عمره يقعد بضخامته. والله بقدرة ربي شوق يجيب الولاد ما سميه كان أحمد. اسمع سيدي. أمي جايك على ويني يا أخي؟ هيك ورا البيت. أنا لبسته. إيش نلبس أنا تاو؟ عماد عايش ولدي عاتي يجي لي لخوك وبرا البس حاجة أخرى. نهار في حياتي خلطت على حاجة قبل تحب تنحيها لي. وما لقيت قد مخك كان نهار خطبتي أنت. صحتك يا أخويا ربي هاني. صحة 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 لبنتي محليك إن شاء الله كي مرة عند البنتي. يعيشك تتا أنت أحلى. ليش نايف تقعد مباهم برشا أنت مع بنتي؟ أنا سايق ماش بكري يا رب. أحلى؟ الو ايمن هلا سافا ستيتس ماهيش هوني خذيت كونجي لي ما عنديش نمره جديد اسمع مشيت بحذا هيثم في كندا علاش سعودي ما يسأل عليك مروة سافا با تحبني نمشي حتى الغد باش نطلبها هاي باي باي من رقا وان بلوس يحب يكلمها يتغشش ولا يتفلق كابيني ما يتخال تفضل لي إيناس مش مروة يا أيمن ثبت يا اخي نكذب عليك قلت لك مروة والله خذيت كونجي في لماء ملا حالي والله ما قلت انت قلت علي ليه فتك معك هذاك شنو يجيبوا لها كاسكو بركة المهم اللي يحبوا بعضهم كي نشوف انا شنو يجيبوا لي في خطبتي مروة قالت لي اللي انت عرست من غير خطبه لطف ما يتخبى شي في البيت لما خص الموبيليا تنجم تبدا بها هي الاولى والاخر توا بشويه بشويه يتعدى كل شيء هي ما تتطلب شويه فلوس مش بسهل مش من الاول يا شوقي ولدي ابدا بالموبيليا هي صعيبة والآخر أمور تو بشوية بشوية تتحل أمور متخمس تو ما نجمش الموبيليا الكل باش نسبق بيت النوم خاطر في المعمل مخصورين ومن بعد يعمل ربي دليل يحلها ربي يعطيك الصحة تاكل سيد أحمد وتوا وقته خليتهم نحكيو في دارنا بعد كي نروحوا هيا شوف مع سي خالد عاد دخل نقرا الفاتحة ونزغرتو هاي مروة اليوم سي خالد في مقام بوك الله يرحمه وانتي بنتنا الكل وتربيت قدامنا وهو كتب المكتوب وجيناك سي خالد باش نخطبوك في بنت الحسب والنسب بنتك مروة لولدي شوقي يا سيدي انا موافق ربي يهنيهم بك ملا نقراو الفاتحه مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. دحمد شرع مبروك يعيش حبي طبعا encore parents adieu Mélissa ouais et ça recommence où tu veux en venir au juste eh ben je vais te le dire mon vieux c'est très simple. Gentil, mais... Comment vous avez réussi à le faire aller à... Oh, vous devez être Melody. Melissa. Oh, Melissa. Allez pas. Je suis calé, mon levis. D'accord. Je suis calé, mon levis. 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 Non, non, je suis calé. Je suis calé, وهذيك اللي محيرني تلفنيق نتاعي مع حبيب حاجات اغلى منه برشا ما يتهز كان هو دي لازم طيحتو شي الفرش ولا في السدبه لو جملي حسو تبقى ونسي انتوما تشريو الذهب وديمونت بالملايين وبعد اللي تلاوي حبرتو يوكا تفرجوا تفرجوا فوق فيلم هيك في التلي وريني الخاتم مو محليه صح عايشك على شخصي شو البغسلي زادة محليها صح صح العقبة لصيغة العرس عايشك هيا يا البنتي زيب لحالها خلمو الدنيا هاي شو عايشك انا طبعا مشي نخام البيتي انتي مشي الكوجينة وهاي فانتي تلاقي بالصالة اوكي سمحني تعرف الحكايه فيها ريسك ما تخافش انت اسكنيها لي وابعثها لي برميل نعطيها للسيد اللي باش يمول المشروع نتاعنا بالطبيعه كامل الحقوق محفوظه وفيها دزا باهيه داكوردو
مسك فيها يا سي شفيق، اما راه والله ولي الدم يدي على قلبي معاك. ما تبطاش، حضر النسخه وابعثها توا قلي بك تفرهد. الله يبارك يا سيدي. شنو يعمل الميت قدام غسله؟ نقعدوا باتصال. داكور، طيبة. ساعد روحك، ساعد ساعد روحك. بنيتي يقول عينو كليتها، كنت لبس عليك. هاي فبعد اللي اختارش بنتي بعد. ساعد روحك، ساعد روحك، بيبقى نهارين بإذن الله وتقوم لاباس. سعد روحك، العملية على مصرنا الزايدة ماهيش اختر. انتي بركة هنيني على روحك يا مروة. شوقي شد صحيح ما نخرج كان بعد نهارين من السبيطار، خاف لا يتحير عليا الجرح. مال عروستو يخاف عليك؟ تفهمتوش وقتاش العرس؟ على قريب ان شاء الله، اما بالضبط وقتها ما نعرفش. ربي سهل، ربي سهل. من هنا خلني نمشي نطيب الفطور ونرجع لكم ان شاء الله. يعيشك خالتي صفية. يلا ان شاء الله نهاركم زين البنات. شكرا، يعيشك. انا زاد خلنا نمشي نخدم. هاي تشاو البنات. تشاو. يا اخي سير حميتك ما في بالها بشيء. شوقي ما خليهاش تجي للسبيطار اكسبري، قال الطبيب منها عليا الزيارة. وحكيت لنصرانة الزايدة مين هذايا؟ شوقي. قديش هو راجل وطفل، اي شنو باش تعمل توا؟ تبي نعمل؟ مروة انا نعرف وانتي تعرف اللي انتي شوقي ما تحبوش واللي كان يربطك بيه طاح. شنو توا ناوي تعمل معاها؟ يا هايفة انتي بفمك قلتلي لي الحب ما يجيب كان المشاكل، وهكريت المشاكل اللي عشتها. الثقة والاحترام اللي لقيتهم مع شوقي أقوى بألف مرة من الحب اللي حبيته الأيمن. ربي سبحانه دلني. كنت تحت قبل بنهارين من الخطبة راي حكاية شوقي ما فهميش منها، أما ربي مقدر لي باش ناخذه وبيناتنا ما نبقاش خير منه. عسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. هاي خليني نمشي. خليك. سلم على رؤوف. تتنقصص. تشاو. هذوك ما هو وما نوريهمش للي يجي. نعرف نعرف نعرف. وتهنا الحقيقه انا ما حاشنيش بالاوراق، انا حبيت نتفاجئ بك انت باش نتحدثوا مع بعض ونخدموا مع بعض شويه راس راس. في عباس نسمع فيك. سي شفيق انت راجل لاباس بيك وتبارك الله عليك ما شاء الله ذكي تخطف وهي طايره. الشيء اللي محيرني فيك قلت كيفاش سي شفيق عاود يدو في يد واحد بهيم.
مختار موش متاع بزنس، والمشاكل اللي تنجم تجيني من وراه أكثر من الفايدة. بريف، إيش رأيك المشروع نعملوه هنا وياك راس راس وحدنا؟ أنا حتى لو كان جاي صاحبي أفهم خلق ربي ما نبيعوش. راك تحكي مع شفيق الحادق سي ناصر مش مع وي شفيق؟ ما تقوليش تغششت نو. لا، أما المشروع هذا ما نعملو الكل مع بعضنا ولا ما يتعملش جملة. برافو عليك شفيق، ما خيبتش ظني فيك. الحقيقة شفيق أنا كنت نجرب فيك، مجرد تجربة مرة. قالوا كان قبلت يا شفيق. نقول سي ناصر وي راهو سي شفيق بزاف ما يعرفش اسلوبك في الخدمة. مي لي عندي بيها تو سي قاسم نيسبا سي شفيق؟ وي بيان سور. فوالا هالي وفات سي قاسم. انا اسلوبي في الخدمة من قبل كان لسبيس. خلاص. لا اما على خاطرك عامر عامر المهم تبدا معايا فرحان ومرتاح. ما تحطش الارض واضح. شكرا بارك الله فيك، ربي كثر من ذلك ومن فضلك يا شفيق. السلام عليكم خويا. سلام صاحبي. تفضل خويا. صاحبي برسمك نقاش عندك افلام توانسه. افلام توانسه؟ اه محلوه شعرك انت يا صاحبي. عندي خويا افلام. عندكش فيلم الاخرين بتاع مديح بلايد قاعد يدور يعني؟ تفضل. اي 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 عندي صاحبي قال لي فيلم شنو نعمل. عندي اي لحظه او مانا لوك يا صاحبي. لا لا نروحوا فماش كاستينج فاز هيك. يا اخويا دقيقه راح نشوفه لك. هاو هذا هو. يعطيك الصحه. هذا من كوبي. اسمع عمل لي دو كوبي. نعمل لك. خليها هذيك هي. هاي صاحبي دل الخويا. تحب حاجه اخرى؟ ليه صافا تطلع عليك انا زعما زي انسان مثل ما عندي صرف 6000 شرطه صار. طب يا اخي شعمل تحركش ولا غلطين فيا ولا شعملت انا شعمل غلطين ولا غلطين فيا ما تحركش غلطين هز هز. ايه زادوكم جبران هاني ايجا معجوزة بس خلنا نشوف وش عنده هذا. تفرج يا جبران معجوزة ذاك تفرج شو عنده هذا. رمسي شفت الحادث هذايا ماهوش سهل. حبك تتبع وتهس عليه من بعيد من بعيد من غير ما يراك. حاضر سي ناصر. حبك وسي تركزنا على واحد جور فونكسيونير يقعد معاه ديما. فهمتك معناها نتبع السيد اللي قابل فيه وتجيب لي تقرير متصل عليه. باهي ثلاثة أربع أيام ونجيب لك الأخبار. نستناك. ربي يعينك. برافو عليك يعطيكم الصحة. عمري ما كنت نتصور اللي فيلم بيغاتيك اني وصلنا لواحد متحايل كما مصطفى. شفت شقينا في عنوته
تقول محل تاع الكتروميناجي، بورتابلوات، ديزورديناتور، دي كاميرا، على كل يا كريم. المهم يلزمني نعرف منه شكون السيد اللي جاب له السرقات الكل قبل ما نهبطوا للنيابة العامة. حتى نعرف نستجوب. اسمع انت سي جبران، ضابط الارشيد، سرقات المعدات والتجهيزات الالكترونية الكل. وانت سي عماد، قبل ما تعمل التحقيق اعمل فيزيوناج للكاسيتات والسيديات. واضح؟ حاضر سيد كوميسير. يعطيك الصحة. عايز نجم نفضل. الو الو عسلامة، سامحني خويا طلبتك على نونس اللي في الجريدة. اه وقتين نجم نجي نشوفها. تفهم على كيفك. اوكي خويا ربي عينك. اهلا بالشكل. كولني كولني بالهف الشكل لو تعرفوا كان وقت تشوفك. هاي مبروك. اما راني متغش عليك راه يزي هذا الغش تاع شكل ونعرفه. يا يزين يا بركة. نعرف صاحبي عليه متغش. هكا شوقي خطبتك نسمع بها من عند البراينية. والله سامحني صاحبي، مرة جات مزروب. يا يا ذاك فرحتك بمرة وفهمني سيدي بصدع صاحبك الشكل. باهي اسمعني صاحبي. نخرج وتعاون نمشي وخلص لك المبروك ونمشي ونشوفوا الدار اللي باش نكريها. هاي يا خويا مشات. هاي برشا. عديت سنين برا. عشت برشا في ايطاليا. كونت روحي وحدي. عاوني حد. الدنيا كانت صعيبة معايا أما علمتني برشا حاجات، التمرميد والزور وسيغتو ما نعمل كان على روحي. ربحت برشا فلوس وخسرت برشا فلوس وكل مرة نعاود نقف على ساقية ونزيد نقوى. توا الحمد لله لاباس. إيش قولك بيت عز ما تعديش على بيا الكل. ما وقفتش على اشتراك. الحقيقة الحقيقة زيك ما طلعتش لأكثر من عام تفارقين أنا ومرتي. هي ما رجتني تحب تطلق. أما أنا ما عنديش وقت لحكاية هذية، ديما متسافر ما نحبش حكاية تاع دوسيات وبوكاتية وكرملة. أنا فايدت منها وهي قلق. ميرسي على صراحتك.